اليوم الثلاثاء 20/6/1442 التغطية اليومية لحرات سوق الأغنام بالجملة والتفريد. الله يوفق الجميع إن شاء الله. اليوم هذا الأشياء الآن بالسيارة يسام على 800، الواحد يسام 800، ثنتين ذول الواحد يسام 800 من الأشياء. هذا ولي رخلتين وخروف مع هالأجود. الله يوفقه. اليوم كم يسام طال عمرك؟ 150. يسام من 1150 للوحدة، ما بلا المجموع، للوحدة 1150 سام للوحدة. هن أربع رخلتين وخروف واحد، ها؟ خروفين ورخلتين. قلنا يسام من 1150 للوحدة من المجموعة هذه. الله يوفقه اليوم يرزقه ويروح لحاله إن شاء الله راضي. هذه مجموعة من الخرفان النعيمي اليوم مع الشباب الله يوفقهم. يسام على 1300، يعني الوحدة ب 1300 كمجموع، يعني يسام برا يسام 1300 المجموع، يعني الوحدة ب 1300. هذا الخرفان النعيمي اليوم الله يوفقهم اليوم. هذه برضه خرفان بالسيارة الآن النعيمي عدد أربعة، يسام 1110، يعني للحبة للخروف الواحد 1110 كمجموعة، يعني كمجموعة أعمار محدود من خمسة شهور وفوق. الخرفان النعيمي اليوم الله يوفقهم يرزقهم اليوم. ما شاء الله تبارك الله. كنا احنا يسام 1110 للمجموعة هذه تيس وجفرة، تيس وجفرة سامنا الآن 610، يعني الواحد سام 610، هنا اثنين تيس وجفرة. الله يرزقهم اليوم بالسيارة. هذه شات حائر نجدية سام الآن 770، سام 770 الحين من راية، والزبون موجود بعد. الزبون موجود. الله يوفقه ان شاء الله. 770 بارك لهم اليوم. 770 عطني معلومات عنهم طال عمرك. هذا اللي له 4 شهور فوق. 4 شهور وفوق كلها نجد. كلها نجد. وش انواعها؟ نجد. لا خرفان وش؟ بها اربع، بها خمس خرفان واربع ارخام. خمس خرفان واربع ارخام. نعم. هذول مع هالجود الحبيب اللي ودك تشيله الحين تروح وتعزمه. حبيب وطيب ما شاء الله، يخلي عيله ويرزقه ما شاء الله اليوم. ما بين جروح ولا شيء. مرة عليه هنا 40 عند الرجال. هذا حبيب 50 ما شاء الله. طيب كل الطيران وترسل هنا 4 رخال، ما تبيه نخله ما بنحاول يتكلم 50 ابو عبد الله. راح نصافي طبعا مجموعة من النعيمي موجودات مع هالحبيب ده. كم أعماره طبعا مكوى شيء؟ أعمارهم فيه 3 شهور وفيه 6 شهور. فيه 3 شهور وفيه 6 شهور. وش كم رخال ولا وش خرفان؟ بس 5 رخال وخروفين. 5 رخال وخروفين. كم سيمن؟ سيمن 1040. سيمن على 1040 اللي هنا المجموعة كامل. نعم. الكبار سيمن على 1040. ايه. 1040 طبعا احنا نتكلم لما نقول 1040 يعني الوحدة. ما هي بالمجموعة، الوحدة تسام 1440 كمجموعة. ايه. مضبوط اخوي؟ ايه. والثانيات؟ 830. والثانيات سيمن 830. اعمار 3 شهور الصغار ذولي كمجموعة للوحدة، للوحدة يعني. الله يوفقهم ما شاء الله. راعي المضغم يستاهلون حقيقة، والله يستاهلون ودك والله. كل يوم تعزمهم بالسوق حبيبين وجاويد طيبين. الله يوفقهم ما شاء الله، يستاهلون والله ونعم رجال والله. جزاك الله خير يا شيخ. هذه مجموعه برضه من الحلال موجود بحد السيارات مع هالاجود الله يوفقك. وش المجموعه طال عمرك؟ المجموعه طال عمرك اللي هي الغنم القصيره اللي معنا عيالهم. ايه كم هذولي اللي معنا عيالهم؟ ثلاث عيال. ايه. كم سيمن؟ سيمن طال عمرك على 1340. 1340 ترى الرجال يوم يتكلم يعني على الوحده هي. إيه؟ بالمجموعه لا الوحده هن ثلاث، يعني الوحده ب 1340 تسام الوحده من المجموعه. مزبوط. اي نعم طال عمرك. في شيء ثاني ولا هن نفسهن؟ لا بس نفسهن. كم سامن؟ هذا التيس برضه مع الرجال يسام الان 630 التيس الحال، ومعه تيس برضه مع نفس الحلال التيس يسام 630 التيس.
هذا التيس الله يفكه يرزقه يستاهل حبيب ان شاء الله انه يروح راضي اليوم لاهله ودراهم والمخبات ان شاء الله مليت دراهم باذن الله. هذه دعوه ادعوا له ادعوا له. هذه مجموعه ما شاء الله مع السياره الان. وش طال عمرك؟ ست رخال وخروفين. ست رخال وخروفين. خروفين كم عمرهم؟ فوق الشهرين يمكن شهرين ادوم الثلاث. ادوم الثلاث كم بعتون طال عمرك؟ 730. باعوا 730 اللي هو الواحد ترى مو بالمجموعة الواحد من المجموعه ذي. الله يوفقهم اليوم الثلاثه يرزقهم. جزاهم عنا خير متعاونين معنا الحقيقه بالتغطيات. نسعد بوجود بهالوجيهة الطيبة على البادي والله انهم الحقيقة يسعدونا بمرحهم وكلامهم الطيب. نشكر أمانة منطقة قصيب وبلدية بريدة الحقيقة على موقفهم الجميل اللي تم ادخال السيارات من الطرق الى ساحة اللي هو ساحة حراج الاغنام في بريدة اللي الحقيقة تمتد لمسافات كبيرة وطويلة. فبدأوا ما شاء الله عليهم بالتنسيق مع أصحاب السيارات بإدخال السيارات إلى الساحة. هذه تعتبر جهود كبيرة من البلدية ومن الأمانة اللي حقيقة تقبلوا اقتراحات اللي هو المواطنين المختصين في هذا السوق. الله يوفقهم إن شاء الله ونشكرهم إن شاء الله. هذا من نوع من الحري خروف ورخد. مجموعة كم طال عمرك؟ 14. كم أعمارهن؟ خمس شهور وجاي. إسهام من كم؟ 1040. إسهام من المجموعة 1040 يعني الوحدة ما بالمجموعة. الوحدة إسهام 1040 للمجموعة يعني الوحدة إسهام 1040 من للمجموعة. ما شاء الله طيبات الله يوفقه الحري ده الله يرزقه إن شاء الله. هذه مجموعة من الرخال النعيمي عمارة تقريبا 4 شهور. إسهام من كم طال عمرك؟ سيمن 1140 للواحد ما هو للمجموع للوحدة. سيمن 1140 سيمن 1140 المجموعة هذه اليوم في سوق بريدة للأغنام. الله يوفقهم ويرزقهم إن شاء الله. حقيقة يشكرون البلدية والله أشكر حقيقة إن رسالة المواطنين اللي بعثوها عن طريق قناة بإدخال السيارات إلى الساحة حقيقة ما قصروا. بيض الله وجيهكم ولبيتوا طلب المواطنين وهذا الواجب اللي دائما المواطن يسعى للصالح العام وانتم تسعون برضو للصالح العام وقمتوا بالواجب وحققتوا الحقيقه طموحات المواطنين بادخال السيارات الى ساحه الاغنام في بريده. هذا يعتبر عمل جبار منكم ونشكركم على استجابتكم لمطالبات المواطنين. الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله مع هالرجال الطيب ذولي مع زوين كل واحده معها 4 واحدة مع اثنين وكل واحدة مع اثنين. كم سيمن طال عمرك؟ والله قالوا 1320 سام الوحدة 1320 الوحدة ما هي بالثنتين الوحدة سام 1320 معها ولدين معها لجودي الله يرزقه اليوم يبارك له ان شاء الله. مع هذه طبعا مجموعة من الشاه الحري الان مجموعة كاملة الان بالسيارة سام كمجموعة ب 500 يعني الوحدة ب 500 والبيع ب 550 التنقى منهن البيع ب 550 للي بيتنقى منهن الله يوفقه اليوم. هذه معزن طيب الله يرزقه اليوم يبارك له يطعمهن خير يطعمه خير ويكفيهن شر. كل واحد معاه ولدين صح خالي؟ نعم. كم يسامي طال عمرك؟ جزاك الله خير. يسامي 250 1250 للوحده ترى ما هي بالثنتين للوحده يسامي 1250 هن ثنتين كل واحده معها ولدين ما شاء الله عليهن الله يوفقهن. شبيهن طبعا وش هذول انواعهن شيء؟ عاديات يعني ما بنوع ثانية عاديات اخوي عربيات عربيات ها؟ ما شاء الله الله يوفقه ان شاء الله يستاهلوا حبيب هذا جديد الله يوفقه ان شاء الله. من الابخال عندهم باين عليهم ما شاء الله الطيب ان شاء الله اعمارهم تبدا 5 شهور مجموع بالسيارة وعندهم برضو هالمجموعة هذه كلها ابخال النعيمي يسامن 1190 يسامن 1190 للوحده من المجموعه للوحده متبرع 1250 تفريد على 1250 والتفريد اللي يبي يتنقى منهم ب 1250 كتفريد اللي بيتنقى منهم للوحده طبعا الطيبات هذول ارخال طيبات نعيمي شوف المزه ما شاء الله عليهم الله يوفقهم 30 يوم الثلاثاء غطينا لكم سوق الاغنام بالجمله والتفريد ليوم الثلاثاء
أول شيء نقدم شكرنا لبلدية بريدة على استجابة مطالبة المواطنين بإدخال السيارات إلى ساحة الأغنام، وتم تلبية طلبهم من البلدية وأمانة منطقة قصيم. نقدم شكرنا الجزيل، وهذا اللي الحقيقة ينشدون المواطنين دائما للمساعدة في التحسين أسواقنا وتطويرها بالتعاون مع المواطن والجهات الرسمية. الله يوفقهم ونشكرهم.